بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، لله واجب بكل حال كل حال، عز وجل الوصف بالكمال كمال، والحمد في السراء والضراء والضراء، كذلك التسليم للقضاء للقضاء. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة، وفي إصدارها السابع من سلسلة قصائد زهدية. قصائد زهدية. قصائد زهدية. تدعوكم إلى اكتشاف هذا الكنز. هذا الكنز. تدعوكم إلى اكتشاف هذا الكنز. كنز من كنوز الأدب والأخلاق. أرجوزه لعل من قراها أن يحوزه. أرجوزة من نظم فضيلة المتأدب الشيخ محمد سعيد ابن محمد ابن إياس الدمشقي، والذي توفي بعد عام 1327 للهجرة رحمه الله تعالى. وقد عثر على هذه النسخة النادرة، وعليها إهداء من الناظم نفسه إلى صديق له. وقد بلغت أبيات هذه الأرجوزة 220 بيتا. نظمتها وصدر مني ضيق، وعسكر الهم بقلب محدق. لماذا الصدر منك ضيق وعسكر الهم بقلبك محدق؟ من كثرة الفساد في الأخلاق، الفساد في الأخلاق، والبغي والعدوان والشقاق، والعدوان والشقاق. سميتها بدعوة الأصحاب، دعوة الأصحاب، دعوة الأصحاب، إلى التحلي بحلى الآداب، للتحلي بحلى الآداب. إنها متن في الأخلاق. فأسأل الله بها أن ينفع كل محب لي عليها اطلع، وفي الأنام أن يعم نفعها، وأن يروق للجميع وضعها. دعوة الأصحاب، دعوة الأصحاب، للتحلي بحلى الآداب. دعوة لكل أب وأم ومعلم وطالب علم لمراجعة السلوك والأخلاق وعرضهما على الخلق النبوي الكريم. أبلغ فيها غاية المأمول، ولا تقل أف ولا تنهرهما، ولا تنهرهما، واخش وقل قولا كريما لهما. إنها متن في الأخلاق، ومادة في التربية الإسلامية، ودروس في الأدب، تصلح أن تقدم كمقرر للنشر يحفظونها عن ظهر قلب، يلقنها الوالد ولده، وتقدمها الأم لأولادها، يشرحها المدرس لتلاميذه، ويمتحن بها العالم طلبته. حال الحياة قبل فقدانهما، باسمهما لينبغي النداء، باسمهما لينبغي النداء، فيهما يلزم الاعتناء، فيهما يلزم الاعتناء. إنها متن في الأخلاق. واعلم بأن العلم بالتحقيق ينال، والحرص على التدقيق، وليس بالقراءة السطحية. إنها سهلة الحفظ تماما لمن وهبه الله ملكة الحفظ، وتحمل قيما إسلامية عالية،
منظمة في كلمات، هي أشبه بمتون اللغة والحديث والتجويد، مثل ألفية ابن مالك وألفية العراقي والشاطبية وغيرها، على أن موضوعها تربوي ينبغي أن ينشأ في الطالب مع نشأة طلبه العلم، ليكون العلم والتربية في خط واحد. وإلا ما فائدة علم بدون تربية؟ أو إن شئت فقل، ماذا يرجى من عالم لا يتخلق بأخلاق الإسلام؟ في المباحث العلمية والتقط الحكمة أنا وجدات، ولو من الصغير في السن بدات، وليس في فضلك هذا يقدح، بل إنه مما عليه تمدح. دعوة الأصحاب للتحلي بحلى الآداب. من لم يكن معلما من صغره لم يتقدم خطوة في كبره، وليك فيه الأخذ بالتدرج. يرمي الناظم سهمه في أول المقدمة ليذكر الآباء والأمهات أن الخطوة الأولى في تثبيت الخلق الإسلامي في النفس تبدأ من نعومة الأظفار، عندما يكون الطفل غضا طريا تعمل فيه الكلمة وترسخ فيه التربية، فينشأ على ما نشأه عليه والده. وبعد فالتأديب للأطفال مجلبة للخير والكمال. إنها متن في الأخلاق. وجعل التهذيب، ثم يبين أن المرء لا يسمو بغير الأدب مهما كان حسبه ونسبه. فكل من أبطأ فيه أدبه لا يرجى أن يسرع فيه نسبه. وأن الأدب الإسلامي والتربية الحكيمة هي من أعظم الأسباب التي تأخذ بيدنا إلى الرفعة والحضارة، فهو لنيل المجد خير باب وللعلا من أعظم الأسباب. فهو لنيل المجد خير باب وللعلا من أعظم الأسباب، ومن رياضه الفلاح يجنى. ثم تتتالى النسمات التربوية الهادئة والنفحات الأدبية الناعمة لهذه الأرجوزة التي تكاد كلماتها أن ترقص للعناية بتركيبها وحسن سبكها. ولا تذوق راحة القلوب. دعوة الأصحاب للتحلي بحلى الآداب. فيبدأ الناظم ببيان الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مراقبا له مع الأنفاس، مستأنسا بالذكر لا بالناس، مستأنسا بالذكر لا بالناس، لقد محى من قلبه الأغيار، وهام في الشوق له وسارا. ثم مع الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يعلق صورة في البيت، ولا يكن في غفلة كالميت، وليبتعد عن اقتناء الكلب وجرس ولو لغير الضرب. ثم مع الوالدين، للوالدين كن أسير الطاعة، ومعهما في غاية الوداع، واطلب رضاهما على الدوام ولهما بذل منتهى الإكرام. فآداب تعلم العلم، وابدأ من العلوم بالأهم، مرتديا جلباب صدق العزم، ملتزما لخطة الثبات، مقتصدا في سائر الحالات. فالأدب مع الأستاذ، ولا تخاطبه وأنت قاعد، وكان واقفا فذا لا يحمد، واهرع إلى خدمته وبادر بطيب قلب وسرور ظاهر. ثم آداب الصحبة، واختر من الأصحاب أهل الفضل، إياك أن تصحب أهل الجهل، إذ معهم قد تفسد الأخلاق، والطبع من عادته سراق. فآداب المدرسة، عليك بالبكور للمدرسة، والسعي بالوقار والسكينة، فإن في البكور نيل البركة، وإن بالوقار حسن الحركة. فآداب الزيارة، من أدب الزيارة التخفيف لسيما بذلك الضعيف، ولا تزر آونة الطعام
كلا ولا في زمن المنام. ثم آداب المائدة: واجتنب الأكل بالاستعجال، فإنه من أقبح الخصال، ولا تفه بذكر ما يكدر، أو كل ما منه الطباع تنفر. ويختمها بالآداب العامة: واخلع رداء الخيلاء والكبر، فإنه بالأدباء يزري، واجتنب المزاح والسخرية، واهجر قبيح القول بالكلية، واهجر قبيح القول بالكلية. دعوة الأصحاب للتحلي بحلى الآداب. دعوة الأصحاب للتحلي بحلى الآداب. أداء الأخ عبد العزيز ابن محمد حكم، قام بالمكساج والمونتاج والإخراج أبو عبد الرحمن محمد عبد الجواد. الحمد لله الذي بالأدب قد ناط إحراز معالي الرتب، وجعل التهذيب أقوى عاملي في الارتقاء لأفق الفضائل. أحمده سبحانه وأشكره حمدا كثيرا طيبا لا يحصر، ثم صلاة الله والسلام على النبي ما غرد الحمام، محمد والآل والأصحاب من شيدوا معالم الآداب. وبعد فالتأديب للأطفال مجلبة للخير والكمال، والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب، فهو لنيل المجد خير باب، وللعلا من أعظم الأسباب، ومن رياضه الفلاح يجنى، وهيكل الفضل عليه يبنى. فكل من أبطأ فيه أدبه لا يرجى أن يسرع فيه نسبه، بدونه لترتقي الشعوب ولا تذوق الراحة القلوب. فإنه بيت قصيد الألفة، ومعه يرجى دوام صحبتي، وفيه يبقى الود والوئام بين الورى ويؤمن الخصام. وهذه في نظمه أرجوزه، لعل من قراها أن يحوزه، نظمتها وصدر مني ضيق، وعسكر الهم بقلب محدق، من كثرة الفساد في الأخلاق، والبغي والعدوان والشقاق، سميتها بدعوة الأصحاب إلى التحلي بحلى الآداب. فأسأل الله بها أن ينفع كل محب لي عليها اطلعا، وفي الأنام أن يعم نفعها، وأن يروق للجميع وضعها، وأن تكون من شوائب الرياء خالصة أجز بها خير الجزاء، رافلة في حلل القبول أبلغ فيها غاية المأمول. وهو على الذي يشاء قدير، وبالإجابة هو الجدير، الأدب مع الله عز وجل. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لله واجب بكل حال عز وجل الوصف بالكمال والحمد في السراء والضراء كذلك التسليم للقضاء. لله واجب بكل حال كل حال عز وجل الوصف بالكمال كمال والحمد في السراء والضراء والضراء كذلك التسليم للقضاء للقضاء وأن يكون خاضعا لأمره سبحانه في سره وجهره ممتثلا لما به آمره مجتنبا عما به زاجره مراقبا له مع الأنفاس مراقبا له مع الأنفاس مستأنسا بالذكر لا بالناس مستأنسا بالذكر لا بالناس لقد محى من قلبه الأغيار وهام في الشوق له وسار يطلب طول عمره رضاه ولا يخاف أحدا سواه من فيض فضله الذي لا ينفد يرجو الندى وغيره لا يقصد وينبغي الخوف له من مكره فالأمن منه مجيب لخسره وأن يكون دائما بذكره مشتغلا وحمده وشكره وأن يكون دائما بذكره مشتغلا وحمده وشكره وأن يكون دائما بذكره مشتغلا وحمده وشكره وأن يكون دائما بذكره مشتغلا الأدب مع الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فيه كلب ولا صورة متفق عليه. ولا يعلق صورة في البيت ولا يكن في غفلة كالميت وليبتعد عن اقتناء الكلب وجرس ولو لغير الضرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس فيها كلب أو جرس رواه مسلم. وليبتعد عن اقتناء الكلب وجرس ولو لغير الضرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجرس مزامير الشيطان من كل ذي رائحة كريهة ولا يعلق صورة في البيت ولا يكن في غفلة كالميت ليجتنب عن كل ذي أذية من كل ذي رائحة كريهة ولا يعلق صورة في البيت ولا يكن في غفلة كالميت وليبتعد عن اقتناء الكلب وجرس ولو لغير الضرب. ولا يعلق صورة في البيت ولا يكن في غفلة كالميت وليبتعد عن اقتناء الكلب وجرس ولو لغير الضرب فإنها من كل هذا تهرب وللخلاص من أذاه تطلب فإنها من كل هذا تهرب ولل
للخلاص من أذاه تطلب. وواجب في الرسل أن يعتقدا بأنهم جميعهم على الهدى، قد عرفوا بالصدق والأمانة لا بالأكاذيب ولا الخيانة، وقد خلوا عن كل ما ينفر، والذنب منهم مطلقا لا يصدر. وكن على حب النبي عاكفا، وكن على حب النبي عاكفا، إياك أن ترى له مخالفا، إياك أن ترى له مخالفا. وكن لآله الكرام مكرما، واتخذ الإكرام حصنا وحما، فإنه عليه صلى الله صلى الله معظم لا يختلى خلاه خلاه. والله فاتقيه في أصحابه، فالخوض فيهم هو في جنابه، وأكثر الصلاة بالسلام عليه مع لزوم الاحترام، وسر بها إلى جناب الرب، فإنها مفتاح باب القرب. وأفرغ الجهد بالاتباع بالاتباع، فإنه من أنجح المساعي المساعي، به ينال المرء ما أراده، وفيه يرقى لسما السعادة، به ينال المرء ما أراده، وفيه يرقى لسما السعادة، به ينال المرء ما أراده، وفيه يرقى لسما السعادة، به ينال المرء ما أراده. الأدب مع الوالدين. الأدب مع الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. للوالدين كن أسير الطاعة، ومعهما في غاية الوداعة، واطلب رضاهما على الدوام، واطلب رضاهما على الدوام، ولهما بذل منتهى الإكرام، ولا تطعهما بأمر منكر، ولا تطعهما بأمر منكر، تكن بفعله من الخير عري، تكن بفعله من الخير عري، ولا تقل أف ولا تنهرهما، ولا تنهرهما، واخش وقل قولا كريما لهما، وأدي ما لهما من الحقوق، إياك والسقوط في نار العقوق، ولا تقل أف ولا تنهرهما، ولا تنهرهما، واخش وقل قولا كريما لهما، وأدي ما لهما من الحقوق، إياك والسقوط في نار العقوق. فالله فيهما لقد وصانا، قد وصانا، وفيهما قد أنزل القرآن. فالله فيهما لقد وصانا، وفيهما قد أنزل القرآن، قد أنزل القرآن. واغتنم الفرصة في رضاهما، حل الحياة قبل فقدانهما، باسمهما لينبغي النداء، باسمهما لينبغي النداء، إذ فيهما يلزم الاعتناء، إذ فيهما يلزم الاعتناء. ولا تكن مستكبرا عليهما، كلا ولا تكن مستلقيا لديهما، وينبغي نصحهما باللطف، ففيه تحظى بالرضا والعطف، عندهما الغناء لا يليق، والضحك والمزاح والتصفيق،
إذا اجتمعت فيهما كن مطرقا كن مطرقا، واحذر إذا تكلما أن تنطقا أن تنطقا، وينبغي منك الدعاء لهما وأن تكون شاكرا فضلهما، فلهما عليك فضل واضح وفيه ليس ينبغي التسامح، فلهما عليك فضل واضح وفيه ليس ينبغي التسامح، فلهما عليك فضل واضح وفيه ليس ينبغي التسامح. تعلم العلم لوجه الله لوجه الله، لا للممارات ولا لله. آداب تعلم العلم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. وقال حديث حسن: تعلم العلم لوجه الله لوجه الله، لا للممارات ولا للجاه ولا للجاه، وخذ بنيله بوقت الصغار فإنه كالنقش فوق الحجر. من لم يكن معلما من صغره لم يتقدم خطوة في كبره، وليك فيه الأخذ بالتدرج فإنه أدعى إلى التخرج. واحذر من الإفراط والتفريط لأنه يدعو إلى التثبيط، فالسير في طريق الاعتدال من أنفع العادة والخصال، إذ النجاح معه مكفول وللفلاح إنه يؤول. آفته محبة الأحداث وصحبة الأشرار والأخباث، وعدم السؤال عما يشكل، والاتباع للهوى والكسل، والميل للهو وللمسايرة، وعدم الحرص على المذاكرة، فإنها لعلم روح وحياة، ثم عليها فيه قدرت رحاه. واعلم بأن العلم بالتحقيق ينال والحرص على التدقيق، وليس بالقراءة السطحية تظفر بالفائدة المطلوبة. كذاك لا ينال مع ذوي الحماق، فإنهم بالجهل أحرى وأحاق، لأن كشف حجب الحقيقة يحتاج للبحث بكل دقة. والتزم الرفق لدى الخلاف، ولا تمل عن خطة الإنصاف، ولا يكن مقصودك المغالبة في حلبة الأبحاث والمواثبة، فليس هذا شأن أهل الأدب ومن يروم كشف حجب الريب. واجتنب المطاعن الشخصية بالخوض في المباحث العلمية، والتقط الحكمة أنا وجدات ولو من الصغير في السن بدات، وليس في فضلك هذا يقدح، بل إنه مما عليه تمدح. وابدأ من العلوم بالأهم مرتديا جلباب صدق العزم، ملتزما لخطة الثبات مقتصدا في سائر الحالات. وكن بما تعلم منه عاملا وكن بما تعلم منه عاملا، ترث علوما كنت فيها جاهلا، وهو لدى نصيحة الجهول أدعى إلى التأثير والقبول أدعى إلى التأثير والقبول أدعى إلى التأثير والقبول. الأدب مع الأستاذ. الأدب مع الأستاذ. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين قال: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عشرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. وادخل إلى البيت من الأبواب لتأخذ العلم عن الكتاب، بل خذه عن شيخ إمام مرشدي في حلل الخلق العظيم مرتدي، فإن فيه يحصل الفتوح ويألف القلب له والروح، ولا تكن مقيدا بشهرتي فإنه ضرب من الحماقة. كم في الزوايا من خبايا خافية وهي بتحصيل الأمان وافية، وإن ظفرت بالذي قد وصفا فكن على أبوابه معتكفا، فإنه قد جرب الأمور وخاض من أسرارها بحورا. ولا تولي جانبا أو ظهرا له، ولا تنظر إليه شزرا، ولا تخاطبه وأنت قاعد وكان واقفا فذا لا يحمد. واهرع إلى خدمته وبادر بطيب قلب وسرور ظاهر، فإنها مجلبة للشرف وللرضا عنك وللتعطف. وفي رضاه يستدر العلم ويحصل الفتح به والفهم، ومنه إن أردت حل مشكلي فبعد إتمام الكلام فاسألي، واحذر من الكلام مع كلامه فإنه يقدح في مقامه، وإنه يخدش الأفكار ويسقط الحرمة والوقار. وإن تكلمت فلا تستعجلي، وليكن الكلام ظاهرا جلي، عليه إن بدت مخائل الملل فينبغي حينئذ ألا تسل، وعنده لتكثر الإشارة، فإنها تقلل اعتبارا، وهي على الخفة والطنش دليل، وفعلها بالأدباء غير جميل. والتزم الصمت بوقت الدرس وكن مع الشيخ أديب النفس، ولا تكن فيه أسير الالتفات فإنه يمنع من فهم النكات. ولا تقل له فلا نسلم، ولا تقل لما وإني أعلم، ولكن اسلك غير هذه الطريق من العبارات التي به تليق. ولا تجاوب سائلا سأله، ولا تكن فيه مساعدا له، ف
فإنه يخل بالنظام وربما أدى إلى الخصام فإنه يخل بالنظام وربما أدى إلى الخصام وقد يحول دون فهم المسألة وتصبح الحالة فيه مشكلة وانظر له بنظر الإجلال وأنه في غاية الكمال لأنه للانتفاع أقرب وللرضا والبركات يجلب واحرص على الآدب مع أحبابه فإنه يعد من أدابه عن مدحه أمسك لدى الأعداء لأنه يفضي إلى الإيذاء وكله معترفا بالفضل فإنه من شأن أهل العقل وإن جفا فاصبر على الجفاء فمنه تجني ثمر الرضاء قبله بالشكر الجزيل إن نصح فكل من يرتح للنصح نجح وادخل عليه بعد الاستئذان ولا تطل مكثك في المكان وكن نظيفا طيبا حل الدخول فإنه أدعى إلى حسن القبول وينبغي بأن تكون صاغيا لكل ما يقوله وواعيا وليك طرق الباب بالأظفار بخفة إلا لبعد الدار فإنه لبأس بالطرق الشديد بقدر ما يسمعهم ولا يزيد بقدر ما يسمعهم ولا يزيد بقدر ما يسمعهم ولا يزيد آداب الصحبة آداب الصحبة ورد في الأثر جالسوا من يذكركم بالله رؤيته ومن يزيد في علمكم منطقه ومن يرغبكم في الآخرة عمله واختر من الأصحاب أهل الفضل إياك أن تصحب أهل الجهل إذ معهم قد تفسد الأخلاق والطبع من عادته سراق ولا تكن عليهم ثقيلا كيما تكون عندهم مقبولا فالفضل لا تألفه الطباع ولا تميل نحوه الأسماع وإن منه تنفر القلوب ومعه العيشة لا تطيب ثم من الأداب الاستبشار عند اللقاء كذلك الوقار والابتداء باللطف والموانسة وعدم التضييق في المجالسة واضرب عن الزلات منهم صفحا فإن في الصفح تنال المدح والعتب لا يقبح بين الصحب فالود يبقى ببقاء العتب واحذر من الإكثار في العتاب فإنه يفضي للاجتناب وكن على أسرارهم أمينا إياك في ذلك أن تخونا وكن على أسرارهم أمينا إياك في ذلك أن تخونا ومن حقوق صحبة الموافقة وعدم النفاق في المصادقة وينبغي بذل جميع الوسع بالسعي في صالحهم والنفع وكل من له الصديق عادا إياك أن تمحضه الوداد فإنه في حقه إجحاف إجحاف وربما منه نشا الخلاف فإنه في حقه إجحاف وربما منه نشا الخلاف آداب المدرسة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن عليك بالبكور للمدرسة والسعي بالوقار والسكينة فإن في البكور ليل البركة وإن بالوقار حسن الحركة وابدأ لدى الدخول بالسلام وفيه أظهر كل الاحترام
واجلس على مائدة المطالعة ملتفتا إلى الأمور النافعة، واجتنب الهزل لديها واللعب، واغتنم الفرصة فيها واكتسب. وينبغي الحرص على النظافة في الجسم والمكان والألبسة، واحذر من الطيش بوقت الفرصة إذ ربما أدى إلى التهلكة. وعندما تخاطب المعلمة إياك في ذلك والتبسما، والتزم الطاعة للمعلم فهي لنيل العلم خير سلم. وحرص على تعظيمه مثل الأب، وكن لديه بكمال الأدب. آداب الزيارة. آداب الزيارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. من أدب الزيارة التخفيف، التخفيف، لسيما بذلك الضعيف. ولا تزر آونة الطعام، كلا ولا في زمن المنام، فإنها من أقبح الأمور وأعظم الأسباب للنفور. ثم إذا قيل لك ارجع فارجعي، واخلع ثياب الكبر عنك وانزعي، واحذر لدى المريض فيما تذكر من ذكر ما يؤلم أو يكدر، بل ينبغي أن تذكر الذي به يحصل منه راحة لقلبه. وغض عن أورق من زرت النظر، فإنه والله من إحدى الكبر، إذ ربما يكون فيها سر يلحقه إن ذاع منه الضر، يلحقه إن ذاع منه الضر، يلحقه إن ذاع منه الضر. آداب المائدة. آداب المائدة. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. واجلس على مائدة الطعام بغاية اللطف والاحتشام، ولا تكن للأكل ذا استشراف، فليس ذا من خلق الأشراف. وابدأ يديك قبله بالغسل، ثم ببسم الله عند الأكل، وكل من الذي يليك باليمين، فإنه سنة خير المرسلين. واجتنب الأكل بالاستعجال، فإنه من أقبح الخصال. ولا تفه بذكر ما يكدر، أو كل ما منه الطباع تنفر. وصاحب الدعوة منه يقبح، المدح للطعام إذ لا يمدح. وإن يكن ثم امرؤ عظيم، فينبغي منك له التقديم. والهج بحمد الله في الختام، شكرا لما أولى من الإنعام. والهج بحمد الله في الختام، شكرا لما أولى من الإنعام، شكرا لما أولى من الإنعام، شكرا لما أولى من الإنعام.
الآداب العامة. روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: إن من أخلاق المؤمن قوة في الدين، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وحرص على علم، وشفقة في تفقه، وقصد في عبادة، ورحمة للمجهود، وإعطاء للسائل، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، في الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له، ينطق ليفهم، ويسكت ليسلم، ويقر بالحق قبل أن يشهد عليه. وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أبي حمزة الثمالي رحمه الله قال: دخلت على علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه فقال: يا أبا حمزة، ألا أقول لك صفة المؤمن والمنافق؟ قلت: بلى، جعلني الله فداك. فقال: إن المؤمن خلط علمه بحلمه، يسأل لي